من ضمن الأفكار اللي اقترحتيها على القارئ في إن هو لازم يكون كمان متوازن فيها هي نمط الحياة. ونمط الحياة إنه لما بيتغير أو بيبقى سريع قوي أو كمان أعتقد لو بطيء قوي في كل الحالات دي ممكن يكون مؤذي. اتكلمتي عنه إزاي؟ بصي، اهم حاجه في الدنيا ان احنا نفهم ايه هو اصلا نمط الحياه بتاعنا. يعني ناس كتير قوي مثلا بتتخن فبتعمل دايت لمده مثلا اسبوعين ثلاثه فبتخس تاني وبعد شويه بتتخن تاني. ماشي. ليه؟ لانها ما عندهاش نمط للحياه. نمط الحياه روتين، معناها ان يبقى عندي روتين معين. روتين. أوكي. انا متفق عليه مع نفسي اولا، اوكي، ومتصالحه معاه تماما، لانه انا ممكن حد يجي يقول لي فكره لطيفه وانا لا مقتنع بيها ولا اعرف انفذها فاعملها اسبوعين ثلاثه وخلاص. اوكي، فنمط الحياه نفسه لازم يبقى فيه اتزان. انا اقدر اعمل ايه؟ اكون فاهمه نفسي. يعني مثلا انا في فتره من فترات كنت عايزه اعمل رياضه، فقررت ان انا هعوم وهمشي وهعمل يوجا بالليل، وبعدين قلت انا مش داخله بطوله اولمبياد انا مش داخله بطوله يعني، فقلت لا، انا اقدر اعمل ايه؟ انا اقدر امشي الصبح شويه واقدر اعمل شويه مثلا اخترتي المناسب بالنسبه لك كده واللي اقدر استمر فيه.